حميد الغواني مدير مهرجان العربي للمسرح في دورته الثامنة، دورة نامل أن نقدم على غرار السنوات الفارطة طابق فني احتفاء بأبي الفنون المسرح على غرار العالم كله، لأن العالم كله يحتفل يوم 27 باليوم العالمي للمسرح. نحن كذلك على غرار هؤلاء الفنانون والفنانات يعني هيئنا هذا الطابق متنوع، عروض مسرحية، ورشات، إصدارات، توقيع إصدارات متنوعة. كذلك هي مناسبة لجعل الشباب يستفيد من خبراء دوليين في مجال المسرح، من تقنيات المسرح من النرويج والسويد، خبراء كذلك وكفاءات محلية، عروض مسرحية محلية ووطنية. جعلنا من هذه الدورة تحت شعار صورة المرأة في المسرح، واخترنا إحدى الفنانات اللواتي غادرنا في صمت، الفنانة والأستاذة الدكتورة فاطمة شبشوب، كانت مهتمة بالتراث هنا في فاس، درست في جامعة فاس خاصة بجامعة مولاي إسماعيل بن كناس، وهي كانت مؤخرا تقيم بالديار الأمريكية تدرس هناك، لكن توفت منذ تقريبا 14 سنة. تم الاختيار على هذه الفنانة لما أسدته من خدمات جلية للمسرح خاصة وللفن عامة. اختارت إدارة المهرجان كذلك أن تكرم أحد رواد المسرح بفاس وعايش الرواد، ألا وهو محمد عديل. ولما وما أدراك محمد عديل، الرجل الذي خسر ماله على المسرح، وها هو الآن يعيش بيننا ولا أحد يعرف من هو هذا الرجل. هي مناسبة للتعريف به وللتذكير بخدماته الجلية في هذا المجال. كذلك ارتأت إدارة المهرجان أن تكرم الأستاذ مهدي حاضي القاص والشاعر، الله يشافيه، كذلك هو ابن مدينة فاس وشاعر وعضو اتحاد كتاب المغرب بالمغرب، وكل المثقفون والفنانون بالمغرب يعرفونه ويعرفوا إصداراته ومكانته الفنية والعلمية والثقافية في هذا المجال. ما نتمنى هو أن نقدم لهذه المدينة ما يمكنه أن يخدم الساكنة والجمهور المتعطش لأبي الفنون المسرح. بغينا تعطينا واحد الرساله للشباب الصاعد حول الفنون المسرحيه او المسرح. المسرح الكثير من الاباء والامهات والتربويون والاقتصاديون والسياسيون لا يعرفون مكانه المسرح. المسرح ابو الفنون، المسرح هو التربيه، المسرح هو الاخلاق، المسرح هو التنميه. لا مجتمع بدون المسرح، مهما خططتم ومهما برمجتم من برامج داخل المؤسسات، مجموعة من الحرفات أمام المدارس، مجموعة من الأشياء لا لشيء، لأنكم غيبتم المسرح في تربيتكم المجتمعية في دور الشباب وكذلك في المدارس. فالمسرح ثم المسرح، لأن المسرح هو نقول نصطلح عليه بألف فنون، لأن بالمسرح يمكن أن نربي أجيالا مستقبلية قادرة على أن تتحمل مسؤولية، وهي مكونة مؤهلة بعيدة عن الحنفات والانزلاقات أو الشوائب التي هي متواجدة في جميع الصحون المنشورة فوق السطوح. وشكرا.